حسبك خوان يما يا يا غالية يا شمة العدو في كوفية ما نحسبك خوان لا أحسبك خوان يا غالية لا أحسبك يما يا غالية يا شمتة العدوان في كوفية الفنان القدير اليوم محمد جبالي ما في باله بشيء جاي يتفرج كمدعو استدعتك رنين شعار تلقى روحك تغني في يما يا غالية أيوه. شنو العلاقة مع رنين اليوم؟ ما اليوم ولا قبل قبل السهرة رنين كما قالت هي رنين عرفتها ساعة نسمعها من قبل وتعجبني صوتها وكنا متواجدين في نفس العمل كليلة ودمنا اللي عملنا به تورني في اون اوروب في فرنسا سورتو خاصيتي البرودكسيون فيستيفال اكس ان بروفونس عملنا قعدنا شهر ونص غادي وعملنا تورني فتكونت صحبه وعلاقه حلوه مع الجروب الكل داير البرودوي كان وقت توزيع زياد الزواري وكانوا معنا مجموعه من لبنان ومن المغرب موسيقيين من تركيا عملنا تورني باهيه فقربنا لبعضنا وصحيبات وكي جات كلمتني داير انت كي دخلت شفت البروجرام مهرجان حمامات فما كلك دات قيتهم اللي انا فاهم ديسبونيبل ما عنديش ديزونجاجمون لا عروسات لا مهرجانات رانين وشكون اخر عنا غدو عزيز جبالي هذوما اللي نتفكرهم توا فما كلكو دات هذوما خاطر القراب فكلمتني قلت لها راهي ديجا انا عم برمج باش نجي فوالا جيت اليوم لكن ما في باليش باش نطلع نغني معاها على اساس فمهفه هي ذكيه معنا استدعتني بما انه في تونس محمد جبالي تعاملنا مع بعضنا اللي ما لا يجي اي بما انه باش يجي محمد جبالي علاش ما نبرمجوش اغنيه هذيك اللي صارت حلوه فكانت حلوه وتفاعل الجمهور راني صوت حلو وصار هي حلوه وفوالا عملنا بون كيف اخر مره بدك ضلي وبدك فيك
استاذ اول حاجه مرحبا بك على مزيكا فم. الله يخليك واهلا فيك وبالمزيك كله. الفنان القدير عبد الكريم شعار اليوم تشارك الركح بنتك الفنانة رنين شعار، أنت الذي اعترضت في البدايات دخولها مجال الفن، اليوم بكل فخر رأيك معها تتقاسم نفس الركح. يعني أنا حبيت وقف حدا لأنه الجمهور التونسي خطير وصعب، فهي كان عندها الخوف والرهبة. قلت لها يا رنين اعتبري حالك عم أغني أنا وياك بالبيت، يعني ما بدها هالقد، بس حقها. أنا هلأ لما طلعت كنت خايف قديش إلي هلأ بالمهنة، تحتفي بخمسين سنة في المهنة. أي طبعا. عنده رهبة الجمهور والمسرح، في شيء اسمه بهزك. هي أول دقيقة فقط تمتصي وبيصير في تلاحم بينك وبين الجمهور وانتهى الموضوع، بس لأنه الجمهور إذا أكلك بلعك، ولازم يكون في تجانس بين الفنان والجمهور وفي سلطنة وروح، لأنه الفن روح بالأخير. كنا نحكيه في الكواليس أستاذ، حكينا على حلف القمر حلف القمر لجورج وصوف وأغاني أخرى، فشنو الكواليس وراها؟ هلأ أنا حتى شمس المغارب إذا سامعينا لمونة مرعشلي، شمس المغارب روحت الليل ستير، هاي لألي كانت، وأنا تنزلت لها عنها لأنه بوقتها كانت بنت وكان مضطهدة، فحبت هي قلت لها منى هاي الأغنية لألك. وتنزلت على حلف القمر؟ حلف القمر لا، بس صار في إشكال بيني وبين الملحن وهو ما له حق يعطيها لأنه هيدي التنازل لألي، شفيق المغربي عندي تنازل منه لألي، وبعدين يعني أنا صديقي جورج وصوف منه شيء غريب علي، وهو أصلا بغني لي من قبل ما ينشهر صعب المنال، ومغني لي وحدي أنا والكاس، ومغني لي يعني ما في مشكلة. نستنى أغاني جديدة أستاذ؟ إن شاء الله قريبا؟ إن شاء الله في عمل أنا ورنين بدنا نعمله إن شاء الله. نستنى. شكرا لك وللمزيك، سلامات. فنين شعارة والحاجة مرحبا بك على مزيك. وأخيرا التقينا، أنت عم تبين بالكاميرا؟ لا أنا ما عم بين بالكاميرا لكن بينت. لأنه إيه لازم يعني سامية، نحن قلنا منحكي من أنا وبلبنان واليوم تشفتك توا. نحكي على حفلك في مهرجان الحمامات، نحب نبدأ مع اللهجة التونسية اللي غنيتها اليوم على الركح، كان من السهل أنك تغني تونسي؟ شوفي هلا في اغاني اصعب بكتير، يعني مثلا عندك منطقه الكاف سمعت اغاني تقليديه اكيد صعب، انا مش حقدر اوصلها مثل اللي جاي من الكاف اللي عم يعني الكافيين او التونسي، بس انا حاولت نقي اغنيه اقدر انا شوي يعني اعطيها حقها يعني اتليست باللفظ. بس طبعا عندكم انتم تراث فظيع، تراث كتير مميز، يعني اثنك يعني بتقولي بتسمعي بتقولي هيدا تونسي. اخترتها يعني لأنه اللحن أنا قريب مني، أنا بحب مقام السوا كتير، وطبعا ست سلاف أنا كتير بحب صوتها، أنا أعشق صوتها، وقلت هيك من غير يعني بدل ما نقول أشياء اللي انقالت كتير من الناس اللي بيجوا يعني من الناس اللي مش توينسي يعني من لبنان أو من مصر بيغنوا أغاني عادة، بعتقد ما بعرف أنا مش، بس أنه في أغاني معينة يعني بتتكرر كتير من الناس اللي بيجوا ضيوف في تونس، فأنا حبيت شوي غير يمكن. وطبعا لما عرفت أستاذ محمد جبالي أنه هون لأنه هو غناها كمان في قرطاج مع ست سلاف، فقلت حلو يعني هيك نرجع يعني نعمل لها تكريم وأغو مرسي مولا لست سلاف. غنيتوها ديو مع محمد جبالي، ولكن قالنا أنه ما كانش في باله بيان سور
لا اكيد امبروفيزي صراحه. اليوم نلقى معك عبد الكريم شعار الوالد اللي كان يمكن في البدايات ضد شويه انغماسك بالفن. ضد كثير، وينك يا عبود؟ ضد برشا بشكل شرس سنين. ايه ولكن اليوم يشاركك نفس الركح. بس هو معه حق. حقول لك شو، مجال الفن منه سهل يا ساميه، في بده صبر. يعني لما تكوني انت، شوفي انا ما حبيت فوت الفن لانه بابا فنان او بس لاني بحب الموسيقى. لما تحب تغني، انا مش عم بقول ما عم بقيم صوتي، انا بحب الغناء، يعني بحب الغنى، بس انه في ناس تحب تغني بس ما فيها تغني. بحب الغنى بيأثر فيني، انا كثير حاستي قويه في الموسيقى. شوفي انا كنت طفله لما كنت اسمع الاذان او اسمع اي اغنيه مثل مثلا مقادير او امي نامت عبكير او مثلا يلا تنم ريما ابكي. ما بتعرفي طفله هيدا بشهاده الولد والماما، ابكي ما بفهم الكلام، مش عارفة شو المقام. خلص في كائن عنده سنسز الموسيقى والنغم موجود. أنا يعني عندي شهايد كتير ورحت جامعة وكل شيء، بس تركت كل شيء كرمال الفن. طبعا البابا كان معترض جدا، بس خلص قبل بالأمر الواقع. واليوم هلا فوالا، يعني هذا هو سؤالي يا رنين اليوم، انه اليوم يشاركك نفس الركح. شفنا حتى بعض الناس اللي تفرج فينا تو في الانترفيو هذه تنجموا تراو لي فيديو على انستغرام ولا غيره، نظره الحب، نظره الفخر منك ومنه. طبعا اكيد اكيد. شوفي انا البابا يعني صراحه مش بس لانه صوت عظيم، انا اليوم نسيت اقول شغلي على المسرح. البابا هالسنه بيكون صار له 50 سنه في المجال، من ال 74 في استوديو الفن. يعني ما نسيت، انا بتعرفي الواحد كتر الحماس وبيفوت بتلعسم. يعني هيدي نقطه كتير مهمه كنت لازم اذكرها. البابا صار له 50 سنه في الكار وما كان سهل. انا بعرف يعني احنا بالبيت بنعرف المعاناه وبنعرف التعب وبنعرف يعني مش سهل، مش سهل ابدا المجال. نحب نربط بحاجة رنين، حكينا على المجال، حكينا على المسيرة، قلت في واحد من حواراتك انه الصوت وحده لا يكفي. اكيد لا يكفي. فاليوم شنو ترى لازم الفنان باش ينجم ينجح، باش ينجم يقدم في مسيرته؟ هلا هو المفروض الصوت لحاله يكفي، لانه المغني هو شو شغلته؟ المغني شو بيعمل؟ يغني. الفعل هو الغناء، يعني بتغني، يعني لازم يكون اتليست يملك ملكه الصوت. مش ضروري يكون صوت عبقري، بس انه يكون صوت بيأدي باحساس واتليست يكون تيوند، يعني عنده مدوزن الصوت. وفي ناس عم تنسى انه الصوت هو ملكه، حرفه. يعني لما تروحي انت عند النحات او تروحي عند النجار او تروحي، هي ملكه يعني. من اتس سكيل، بيقولوا they master singing، يعني بيحترفوا الغناء حرفه. هي يعني اللي قادر يقول طبقات وقادر يعرب وقادر يقفل، هذا لازم يقولون. مش كل الوقت يعني بتحسي كانه راح الغناء لمكان اخر، انه جست سو كيل فو. لا، المغنى بده عضلات. عصر الصوره حكم، لازم اللوك، ولازم، مع انه قبل كان في صباح حدا لابس مثل صباح، والشعر والتيب والفاشن. ام كلثوم، ست ام كلثوم يعني كان عندها هنك، عرفت رسمت خط بلبسها وبشعرها. شوفي اللوك كثير مهم والفاشن مهم، كله مهم، بس يا حبيبي في مطرب، في مغني، لازم يكون، كانوا يسمون صييطه، يعني الصوت هو القصه كلها. هلا صار في كثير امور، الانتاج والعلاقات والبي ار، وقد بتنزلي قصص على السوشيال ميديا، يعني في كثير متطلبات صارت يا حبيبي، يعني صارت ما عادت شغلي وشغلتين، كثير امور. رنين حاب نكمل بحاجة، وانت اللي تغني الأغاني الكلاسيكية، أغاني الزمن الجميل، حتى أغانيك الخاصة كانت فيها من روح الأغاني هذه، يمكن لأنك تربيت عليهم، تربيت على الجو هذية. اليوم رنين منفتحة للتجارب مع أنماط جديدة، نذكر الراب أو غيرها من الأنماط؟ شوفي أنا من الناس اللي بيسمعوا كل الأنماط صراحة. اللي بيسمعني بغني طرب وبغني شوي هيك بسلطني، بيستغرب إني أنا بسمع روك وبسمع يعني راب وبسمع R&B، بسمع بوب، في أشياء جميلة جدا بكل الأنماط.
اكيد ما عندي مشكله للكولابوراسيون، بس يكون كمان شيء حلو جميل، يعني يكون في ميلودي، يكون في كلام. التوزيع يعني الموزعين هلا بعصرنا الحالي عم يعملوا جهد فظيع، بتبقى الغنيه سامبل بس التوزيع عم بيعطيها زخم. الموزعين عم يلعبوا دور كتير مهم على فكره في الجمله اللحنيه. تجت جديده وقت ايش باش نسمع؟ اوكي، هلا انا في البوم نيمته شوي لأنه بشفت الأوضاع، كورونا، 4 آب، الثورة في لبنان، الودائع، ما في شيء ما صار. وهلأ مؤخرا أحبابنا في غزة، يعني بالأخير الواحد والله بيستحي، بس أنه نحن بالأخير هيدا مصدر رزقنا. آخ، في ألبوم مفروض 5 أغاني، ألحاني وكلماتي. It was pending بس هلأ عم برجع أشتغل عليهم، إن شاء الله نلاقي الوقت المناسب ينزلوا. من فرقت لنحب حبيبي، من فرقت لنحب حبيبي.